السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه رغم الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مواجهة تفشي وباء كورونا، إلا أن المشوار ما زال طويلا. وأوضح العثماني في كلمة لها خلال انعقاد المجلس الحكومي مساء الجمعة أن المغرب ما زال يسجل إصابات بأعداد متزايدة يوميا، وزاد كما ينقل عدد من مواطنينا في غرف العناية المركزة، وهو ما يستدعي تضافر جهود الجميع واتخاذ المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر لتجنيب البلاد أي تفاقم للوضعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل الأضرار. وأكد مصدر حكومي في الحديث مع إسبريس أن وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت اقترح تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الاثنين المقبل، دون أن يتم الحسم من طرف الحكومة في الموضوع. ورجح المصدر الحكومي أن يتم تمديد لحوالي 4 أسابيع أخرى، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة هو تمديد حالة الطوارئ، وذلك ضمن الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا. نشكركم على حسن المتابعة.